يعد محمد فاروق واحدا من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية، كان نجما بمعنى الكلمة ومهاجما من طراز فريد، لقب بالمهاجم الطائر لتميزه بضربات الرأس القاتلة. ولد محمد فاروق نجم وهداف الأهلي السابق بالقاهرة، ظهرت موهبته مبكرا في فرق الناشئين ليحقق حلمه بالانضمام للقلعة الحمراء ليكون أحد أهم لاعبيه، ليحقق البطولات بأهدافه المؤثرة والتي منحته لقب رائد فضاء الكرة. لم يكن لاعبا عاديا، من ينسى الهدف الذي أحرزه في الإسماعيلي في أروع مباريات الدوري وغيرها من الأهداف التي ظلت محفورة في قلوب الجماهير. تنقل فاروق بعد مغادرته الأهلي بين عدد من الأندية، حرس الحدود، الاتحاد السكندري، بتروجيت، وخاض رحلة احتراف أوروبية في أنقرة جوجو التركي. محمد فاروق ابن النادي الأهلي ومدير أكاديمية مدينة نصر في ضيافة برنامج الأشبال بقناة الأهلي. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيف اللي مشرفني ومنورني النهاردة، نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر، مدير أكاديمية النادي الأهلي فرع مدينة نصر، الكابتن محمد فاروق. ازيك يا كابتن فاروق؟ يا كابتن أسامة حبيبي ربنا يخليك، وحشني جدا وسعيد بيك على الشاشة دايما، وفكرة البرنامج والتغطية الكاملة للأشبال دي كانت مهمة جدا خصوصا في النادي الأهلي، لأن أعتقد أن الولاد وأولياء الأمور وكل الناس ما بتبقى شايفة الأشبال وشايفة النجوم اللي إن شاء الله في يوم من الأيام هيبقوا متواجدين دايما تحت السبوت من خلال برنامجك، أعتقد أن هو الموضوع بيدي حافز أكتر للعيبة وبيدي حافز أكتر لأولياء الأمور. يعني منور حبيب. يعني بيتك كمان هنا قناة النادي الأهلي، كان ليك تجربة إعلامية ناجحة يعني طبعا. أنت إيه رأيك فيها أصلا؟ إيه رأيك فكرة الإعلام ولا التدريب يا كابتن أسامة؟ أنا يعني رأيي كله مرتبط ببعضه. يعني صحيح. مجال الرياضي، تدريب، فنيات او اداره او اعلام، الامور كلها مرتبطه ببعض، لكن في الحقيقه الواحد لما بيشتغل في مكان هو بيحبه ويكون مرتبط بيه من هو صغير، اعتقد ان هو ما بيفكرش بقى في ماديات، ما بيفكرش في اي حاجه غير ان المكان يبقى في احسن حاجه. طبعا كل الناس على يعني حبايبنا واحنا صغيرين، خلي بالك انا شايفه ما شاء الله استقبلوك كمان هنا. لا حبايبنا حبايبنا لا ما انا بقول لك يعني. هتلاقي الدكروري، هتلاقي عكاشه، هتلاقي كل الناس زي ما بدره طبعا، استاذ محمد العدل طبعا، كل الناس طبعا هنا كلهم اهلاويه، بيحبوا الناس اللي كانوا في يوم من الايام بيلعبوا بيتالقوا ان هم يبقوا متواجدين دايما باستمرار، ونجوم النادي الاهلي دايما عامرين في كل حته يا كابتن اسامه، دايما الروح اللي بتكون موجوده في يعني في قناه النادي الاهلي. عايز اروح بقى معاك للبدايات يعني البدايه. انت انضميت لصفوف الناشئين بالنادي الاهلي، ده حقيقي. البدايه بقى يعني اختبارات، ولا حد شاف محمد فاروق في مكان فاتكلم عليك فاشتروك من مكان؟ لا انا هقول لك قصه، يمكن احنا طبعا كلنا بنلعب واحنا صغيرين في الشارع. فالقصه ان انا كنت بلعب انا من شبرا اسامه. وبعد كده شفت ناس راحوا نادي، انا كانت والدتي ممكن تخاف عليا شويه، ما تخلينيش ابعد بعيد عن البيت. العب حوالين البيت لكن ما تروحش بعيد يعني. المهم في واحد صديق ليا في المنطقه اختبر في نادي اسكو. نادي اسكو ده كان نادي كبير جدا طبعا. في وقت من الاوقات، وكان في السبعينات يعني، كان من انديه كبيره جدا، والولد نجح. فانا قلت لمامتي يعني ما ينفعش اروح اجرب، لازم يعني. وبعدين انا كنت مشهور في الشارع يعني، كان في المنطقه عندنا ان انا لعيب كويس. وفعلا رحت اخذوني في من اول اختبار يا كابتن اسامه يعني على طول يعني، مش ما يعني في اختبارات انت عارف انها بتدرج في الاختبارات، لا انا اخذوني من اول اختبار. وبعد كده قعدت سنه واحده. السنه دي يمكن انا جبت اهداف كتير فيها، وكان بالاخص في امير عبد الحميد، كان هو بقى ايه حارس المرمى للنادي الاهلي في السن بتاع 13 سنه. كابتن رامي عبد الصمد طبعا كان هو المسؤول الفني في الوقت ده، وشافني وعلى طول يعني صراحه يعني كابتن رامي عبد الصمد هو اللي اختاره اول واحد. كابتن رامي عبد الصمد طبعا جابني النادي الاهلي، وكان مع عبد الله عيد طبعا عشان ما ننساهوش. عبد الله عيد هو عملوا مجهود كبير. الساعه 7 الصبح كانوا جايبين الاستغناء بتاعتي من نادي اسكو. وكانت بدايتي بقى مع النادي الاهلي من اللحظه دي. انا كنتش مصدق طبعا فكره ان انت تبقى متواجد في نادي الاهلي. وهقول لك موقف، وانا باخد الكارنيه مع عبد الله بدوني، عارف انت الاوضه اللي جنب الله يرحمه عم جمعه، اوضه عم جمعه طبعا. فوانا راجع وانا واخد الكارنيه، عارف من كتر الفرحه انت بترجع بضهرك كده، رحت واقع. فقال لي يا عم اهو بقيت اهلاوي اهو خلاص. فيعني ده كان يوم جميل في حياتي. وابتدينا بقى، كابتن محمد عامر كان اول مدرب ليا بقى في النادي الاهلي قطاع الناشئين.
قضيت طبعا فتره الفتره معاه فيها بشكل كبير، ثم كابتن احمد عبد الباقي يعني طبعا ربنا يديه الصحه دلوقتي هو معانا طبعا في اكاديميه الاهلي حاجه طبعا بنتعلم منه، وكابتن شطه وكابتن مختار كل دول اللي عدينا عليهم في وقت من الاوقات لغايه لما صعدنا للفريق الاول عن طريق. لا ده انا هقول لك بقى يعني موقف كان مع كابتن احمد عبد الباقي. كابتن احمد عبد الباقي واحنا في صغرنا كان هو ماسك فريق الشباب في الوقت ده، فريق النادي الاهلي كنت انت وسيد حفيظ احمد سراج احمد عبد الظاهر انا فاكر. ايوه. فكان جاي له لعيب ارجنتيني. النادي الاهلي الفريق الاول بيديله لعيب ارجنتيني اختبره وقيم لنا اللعيب ده كابتن احمد. فكابتن احمد قاعد في المحاضره يعني هتكلم ارجنتيني بتكلم لاتيني هكلمه ايه كابتن احمد، فقاعد مش عارف ابدا له منين، فراح باصص له كده كابتن احمد قال له بص يا ابني باسنج اند شوتنج اند كروسنج وما في كره تعدي من احد. لا وكويس ده كان في كمان حيدر، كان في حيدر من مالي فبرضه كان نفس الطريقه دي صدفه ان برضه كل اللاعبين اللي بييجوا بيتكلموا انجليزي كابتن احمد كان بيبقى معاهم. بنروح لكابتن احمد لا مش شخصيات طيبه جدا طبعا ويعني عارف انت اللي هم رجاله الصعيد بتوع زمان دول والطيبه وحب النادي الاهلي على فكره محفور فيه بشكل كبير جدا يعني بنتعلم منه زي ما بقول لك احنا كل المدربين اللي احنا عدينا عليهم يا اسامه كانوا فعلا بيعلمونا حاجه. مين المدرب اللي ترك بصمه كبيره عند محمد فاروق او اثر في محمد فاروق؟ طبعا كابتن ابراهيم عبد الصمد واحد من الناس اللي يعني ادوني الفرصه ان تبقى متواجد جوه النادي الاهلي، طبعا بشكره في حاجه زي كده ودايما في دماغي يعني لولا كابتن ابراهيم عبد الصمد وان هو يبقى شايفني في بشكل معين ما كنتش هبقى في موجود في النادي الاهلي يعني اللي هو اداك الفرصه يعني. لكن عايز اديك الحقيقه كابتن احمد عبد الباقي كان من الناس اللي حاربوا. وانت بتتكلم ده المباراه 4-4 4-4 لا بس برضه انت خلي بالك انت برضه كنت جامد قوي في الدماغ يعني ما عنديش محمد فاروق لا يعني محمد فاروق يعني كان دايما الكابتن يونس الشربيني يقول احد رواد الفضاء في الكره المصريه ده حقيقة محمد فاروق كابتن في المباراه دي بالذات كابتن ميمي الشربيني قال الجمله اللي انت بتقولها احد رواد الفضاء في الكره المصريه مباراه 4-4 دي كانت مباراه هايله لا انت كمان كنت مميز كمان في حته ضربات الراس سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي اكيد هي بتكون موهبه بس مين المدرب اللي اشتغل محمد فاروق على الموهبه ما دي؟ ما انا بقى جاي لك كنت بتكلم على كابتن احمد باقي انا فاكر التدريبات اللي كان بيشتغل معايا فيها فكره ان هو ان انت تبقى مفتح عينك ما تخافش خلي بالك احنا تعاوير كتير اسامه في الوش من كتر ما انت لان ضربات الراس دي انت بتعمل تبقى جريء رقم واحد بتعرف توجه بشكل كويس ما بتخافش ممكن يكون حد مشترك معاك فيمكن وشها لو تقربت هتلاقي 12 غرزة هنا كسف مناخير مرتين 5 غرز فهي دي بتبقى ميزة انك تبقى عندك لكن اهم حاجة انك ما تغمضش عينك وما تخافش من اي حد ممكن يكون جنبك فدي كانت مهمة جدا كابتن احمد باقي صراحة كان رسخ فينا الجزئية دي وكانت تمرينات كتير طبعا مهم جدا عشان تقدر تلعب ضربات راس انك يبقى عندك جامب عالي يعني عشان ترتقي فوق اي حد وقوة في الهواء لازم يبقى عندك قوة بدنية فدي كانت مهمة جدا ان انت متأسس بشكل كويس في النادي الاهلي الاسلوب التدريب نفسه كان مهم جدا بالنسبة لنا ان انت ازاي تتحرك ازاي تبقى موجود جوه ال 18 حاجات كتير جدا اتعلمناها في الناشئين من خلال طبعا النجوم الكبيرة اللي دربتنا زي ما قلت كابتن احمد عبد الباقي كابتن ابراهيم عبد الصمد كابتن محمد عامر كابتن مختار كابتن شطة دول اللي كانوا في الفترة اللي احنا كنا متواجدين فيها يعني. طيب كابتن ابراهيم عبد الصمد هو اللي رشحك في البدايه تنضم، مين بقى اللي رشحك للفريق الاول؟ لحظه الفريق الاول لحظه الفريق الاول لحظات ما تنساهاش انا فاكر على فكره ما كنتش انا لوحدي بقى يعني كنت انا وكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن احمد سراج اللي هم الشله بتاعتنا دول طبعا المجموعه بتاعتنا واحمد عبد الظاهر بس اول واحد صعد فينا كان احمد سراج بعد كده انا وكابتن سيد عبد الحفيظ جينا بقى احنا يمكن اللي كملنا الباقي احمد عبد الظاهر كمل شويه وبعد كده ما بقاش موجود لكن انا وكابتن سيد اللي كملنا لكن اول واحد رشحنا وكان كاتب اسامينا كان كابتن احمد عبد الباقي لان هو كان مدربنا في سن ال 18 كابتن احمد هو اللي كان يعني رشحكم انكم خلي بالك ما هم المجموعه دي كلها كانت في سن واحد يمكن انا كنت اصغر منهم سنه لكن كنت بتصعد معاهم كلاعب لان ما كانش عندي سني سني امير عبد الحميد فما كانش عندنا فرقه كنت انا وهو بس اللي ممكن في النادي مواليد 78 الباقي كان 77 سيد عبد الحفيظ واحمد عبد الظاهر واحمد سراج واحمد فوزي برضو حارس مرمى قوي جدا فبالتالي دول كانت مجموعتي بقى خلاص انضميت ليهم من وانا عندي 17 سنه كانوا هم اكبر مني منتخب فريق الشباب وانا كنت ناشئين وطلعت معاهم
وكملنا بقى معاهم انا وكابتن سيد بقى كملنا مع الفريق الاهلي اول الاهلي والامور مشيت بقى بالشكل ده. طب وانت بتتكلم على الكابتن سيد وحفيظ ودايما بتجمعكم يعني عندك صداقه؟ عيد ميلاده النهارده. ما انا بكلمك عشان عيد ميلاده النهارده. كويس هو طيب طبعا واحد من الشخصيات المحترمه الصراحه. من واحنا صغيرين سيد عنده صفات مميزه جدا، هدوء، انك خلي بالك فكره انك تبقى تلاقي صديق او شخص تثق في كلامه وفي ارائه ده يعني وهو صغير كان عنده الجزئيه دي. ربنا يكرمه عنده مهام صعبه جدا في الفريق الاول وبنسعد بيه دايما وبنسعد ان هو بيحقق حاجات كويسه طبعا مع الفريق الاول. نتمنى له كل التوفيق والخير وكل سنه وهو طيب طبعا. وهو طيب طبعا وكان لنا يعني تهنئه لنا في بدايه برنامج الكابتن صلاح حفيظ. وليد صلاح الدين بقى عشان ما ننساش برضه. كابتن وليد برضه النهارده. كابتن صلاح الدين النهارده. طبعا وكابتن وليد صلاح الدين. ويلش ده يعني عم مصر طبعا. نجم يعني والنادي الاهلي طبعا وموهبه كبيره. النادي الاهلي طبعا بس عشان ما ننساش. نروح بقى للفريق الاول. الفريق الاول بقى يعني صاحب الفضل على محمد فاروق في الفريق الاول او المدرب اللي ترك بصمه على محمد فاروق. يعني اكيد كان اول مدرب انا اتعاملت معاه في الفريق. كان مين؟ سوبل ولا كان مستر هولمان؟ هولمان. هولمان يمكن انا صعدت الفريق الاول كان فيه نجوم كتيره يا كابتن اسامه في الوقت ده. حسام حسن، فاليكس، طبعا كابتن شوبير، وسام عرابي. انا مش عايز انسى حد. كل الفريق اللي انت اللي هو اخذ 7 سنين دوري متتالي ده كان هم الفريق اللي احنا صعدناه. على فكره كان في جيل قبلي ممكن اجيال كويسه جدا لكن قوه النادي الاهلي في الوقت ده يدخل وسط المجموعه صعبت الامور على الاجيال اللي كانت قبلي. لكن يمكن واحد اجتهد بشكل كبير زي ما بقول لك انا وكابتن سيد كنا في الوقت ده كنا بنتمرن بشكل قوي جدا وزي ما بقول لك ما بنخافش احنا عايزين نلعب. فعشان ما تلعب لازم تبقى جريء، لازم ما يهمكش اي حاجه، لازم تبقى عندك القدره فعلا انك ما تهبش الموقف. عايز اقول لك صراحه برضو عشان ادي حقه طبعا كابتن ثابت البطل الله يرحمه يعني واحد برضو من الناس اللي وقفوا جنبنا اول ما صعدنا للفريق الاول. خلي بالك كابتن ثابت رغم القوه بتاعته وهو مدير كره لا لكن يعني قوي في نفس الوقت اللعيبه بتحبه. جميل، كان جميل جدا. وبعدين كان بيحب فكره وجودنا الناشئين كان بيهدد بيها اللعيبه الكبار. يعني كان كابتن حسام موجود، كشري مثلا كان موجود. يعني الامور بالنسبه لينا بس كبير كبير والصغير صغير طبعا كده دي كانت وده النادي الاهلي على فكره. ولكن فرصه التواجد في الملعب هي دي بقى ملهاش دعوه بالكبير والصغير يا كابتن اسامه. انت كويس هتلعب وده هو ده النادي الاهلي. لكن فكره الكبير والصغير في التعامل ده موجوده جوه النادي الاهلي والتدرج والكابتن وده اتعلمناه صراحه من خلال الكباتن اللي كانت موجوده كابتن اسامه، كابتن شوبير، كابتن حسام، كابتن ابراهيم في الفتره دي زي ما بقول لك نجوم كتير جدا. لكن انا بقول لك مستر هولمان واحد من الناس اللي كانوا اقتنعوا بيا في الوقت ده ولعبت مع النادي الاهلي. وبعد كده عشان بقول لك قوه الناس اللي كانت موجوده انا قعدت شويه ولكن الناس ابتدت تعرف مين محمد فاروق من خلال مباراه اسوان في اسوان ثم الاتحاد هنا في كاس مصر. الناس عرفت محمد عندك فيروت كويس متواجد ولكن موجود حسام حسن، موجود فيليكس، هتوديهم فين؟ لازم يلعبوا. لو دخلت الامور فيها صعوبه انت عارف طبعا. طب تعالى نشوف الفيديو ده والهدف ده بصوت الكابتن ميمي الشربيني لنجمنا كابتن محمد فاروق. للعماره جوه المنطقه عايز ارجع لك بقى كابتن فاروق المباراه اللي بدات نجوميه محمد فاروق تظهر منها او تبدا تعلم مع الناس وبدات تعلي اسم محمد فاروق مع جماهير النادي الاهلي. انا قلت لك هي مباراه الاتحاد كانت في كاس مصر بس انا زي ما بقول لك في مباريات بقى دي اللي بتبقى في الذاكره دايما يا كابتن اسامه. انا يمكن بدايتي بقى مع النادي الاهلي الحقيقيه كانت بطوله العربيه هنا كانت في القاهره. انا خدت هداف البطوله العربيه، جبت اول هدف ليا كان في الرفاع البحريني هو بيعرضه الدكروري انا شفت الهدف ده ثم الاولمبي الباجي ثم النادي الشباب السعودي جبت ثلاث اهداف. دي البطوله اللي احنا خدناها هنا في لا للاسف احنا ما خدناهاش للاسف احنا ما خدناهاش في الوقت ده خسرنا من الشباب بضربات الجزاء. انا ولكن اخدت انا هداف اهو ده الرفاع البحريني ده هدف الرفاع ده كان اول هدف يعتبر رسمي ليا مع النادي الاهلي. كان سني 18 سنه او 19 سنه في الوقت ده كابتن اسامه. والامور بعد كده مشيت بقى يعني لما تاخد هداف البطوله
وبالنسبه لك بطوله عربيه دي برضو بطوله مهمه جدا طبعاً طبعاً. كانت في الوقت ده كانت مهمه قوي قوي كانت حاجه كويسه كانت ثابت البطل انا فاكر في الوقت ده رعب. مفيش بقى ان انت كانت الوقت ده السوشيال ميديا موجوده انت لو خدت الهداف طبعاً. تعمل لك حفله لا انا اتحط لي الكاس في الدولاب انت يعني عارف انت فكره ان زمان الامور دلوقتي بقت مختلفه لا فكره ان انت تبروز الجائزه او تبروز الجزئيه دي مختلفه زمان عن دلوقتي لكن دي كانت البطوله اللي ظهرت فيها بشكل كبير ثم بعد كده بقى بطوله افريقيا اشتركت فيها مع النادي الاهلي كان اول اهداف لي لا 2001 دي حاجه تانية بقى خالص انا بكلمك على 98 و99 هارتس فوك اول هدف لي يعتبر في مع النادي الاهلي وهارتس فوك الغاني كان هدف برضو من الاهداف القويه بالنسبه لي انها كملت الجزئيه بتاعت البطوله العربيه اديتني ثقه اكتر فبقيت كل مباراه الناس بتبص لمحمد فاروق ان هو هدف او هدفين هدف او هدفين خلي بالك لان بعد كده لما انا رجعت من تركيا الناس بدات تقارن محمد فاروق النادي الاهلي قبل تركيا قبل تركيا وما بعد تركيا ان انت ازاي تجيب في كل ماتش جون وبعد ما رجعت من تركيا ممكن ماتشين ما تجيبش وبعد كده تجيب فالفكره ان انت لا مستواك ما بقاش زي الاول كان هو ده التفكير دايما او التقييم ان هم دايما عايزينك في تالق لان هم بيحبوك هم كجمهور النادي الاهلي بيحبك عايز اروح برضو قبل ما اروح بقى للنادي الاهلي مدينه نصر والاكاديميه والمسؤوليه الجديده اللي على عاتق الكابتن محمد فاروق عايز اروح برضو لفتره مهمه في تاريخك فتره منتخب مصر خاصه مع الكابتن محمود الجوهري محمد فاروق يعني في عز تالقه واهداف مع منتخب مصر كلمنا برضو عن الفتره دي يا كابتن فاروق لا هي فتره مهمه يمكن انا انضميت قبل كمان ما كابتن محمود الجوهري تولى انضميت مع كابتن مستر جيرار جديد لو تفتكر كان هو كان كابتن انور سلامه وكان متواجد في الوقت ده واختاروني كنت انا في مرحله التالق في البدايه كابتن اسامه وانضميت ولعبت بطوله الامم الافريقيه في نيجيريا وغانا 2000 وبعد كده كابتن جوهري بقى كان متواجد طبعا زي ما بقول لك كابتن حسام حسن متواجد في الوقت ده فصعب انك تلعب ولكن لما كابتن جوهري اخذ قرار في ماتش من الماتشات ان انا العب كانت مشكله كبيره ان انت تلعب اساسي طبعا على نجم كبير زي كابتن حسام حسن كانت الامور صعبه لكن انا بشوف ان انا اتعلمت من كابتن جوهري حاجات كتير شخصيه كانت منظمه جدا انا عايز اقول لك يا اسامه يمكن وانا في تركيا كان بيقعد يكلمني بتابع دايما كل صغيره وكبيره انت بتاكل ايه بتشرب ايه بتتمرن ازاي فبقعد افكر طب كابتن جوهري في لعيبه تانية محترفه هل بيقعد طول الوقت ده معاهم بالشكل ده فكان يعرف فكره ان انا مكرس حياتي للعمل ده فهو كابتن جوهري كان مكرس حياته ان هو يهتم بلعيبته بيهتم بتدريبه يهتم بالامور دي لكن فتره كانت مهمه جدا اشتراك في بطوله الامم الافريقيه وانت لسه برضو صغير دي كانت خطوه مهمه شيء كان مميز جدا يعني طبعا اكيد كابتن محمود الجوهري كمان يعني مش مدرسه في الاداره الفنيه بس ده في الاداره خارج الملعب وكيفيه التعامل حقيقي كمان حقيقي. مع اللاعبين والاهتمام بكل التفاصيل هو حط بذور كمان كابتن اسامه للي بعده في حاجات معينه وتجربه الاردن بالنسبه له كمان طبعا يعني اثرت بشكل كبير عليه عايز اروح دلوقتي بقى لاكاديميه النادي الاهلي مدينه نصر طمنا بقى على الاكاديميه في مدينه نصر خاصه كمان الكابتن خالد بيبو بيضع ثقه كبيره في كابتن محمد فاروق في الحته دي وفي المنطقه دي لا خليني اقول لك بس كابتن خالد بيبو ومجهوده الكبير اللي بيحصل لاكاديميه النادي لازم نعرف برضو فكره الاكاديميه واختلافها عن القطاع يا كابتن اسامه انت الاكاديميه هي تعتبر تعليم بشكل كبير سواء كوره او حتى تربوي السلوكيات تربوي انت بالنسبه زمان ما كانش في اكاديميات احنا زمان انت وحظك اختبارات لكن دلوقتي في فرصه لاولياء الامور ان اولادهم يبقوا متواجدين فكره كمان ان انت بتكون شخصيه من بدايه ان هو صغير التواصل مع الولد بالمدرب بالمجموعه اللي حواليه كل ده حتى لو الولد ما لعبش كوره هو بيستفيد بيها بعد كده في حياته ان هو في شغله لانه بيتعاون مع زمايله فكده الشغل الجماعي بيتعاون مع المدرب بتاعه فالبوس بتاعه في الشغل امور كتير جدا ده بنحط فيها المجهود الكبير اللي بيقوم بيبو كان في 13 فرع كابتن اسامه ما شاء الله رقم كبير للنادي الاهلي في كل حته في مصر وبرده خارج مصر فالامور بالنسبه للاكاديميه شيء ادارته انا بشوف انه صعب جدا 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 فهو عمل حاجات كتير جدا للاكاديميه عشان بيبو صاحبي لكن انا بتكلم في اللي انا شفته يعني. لما انا جيت بيبو بقاله سنه متولي المهمه لكن انا لما جيت لقيت ان الامور لا اختلفت بالنسبه لاكاديميه النادي الاهلي ورحل لحته احسن ان شاء الله بامر الله والفرع كمان بتاع النادي الاهلي مدينه نصر دلوقتي صعب. يعني ما شاء الله كل الاخبار اللي بتتداول عنه يعني في تقدم ان شاء الله الدنيا احسن
كمان على مستوى البنيه التحتيه هناك الامور اختلفت، الملعب اختلفت وقعدت الامور والكلام ده ان شاء الله، واللي جاي احسن يا كابتن اسامه. انا بقول لك احنا هناك بنحاول نحط سيستم يكون فيه تطوير. خلي بالك انت دلوقتي في منافسه ليك، لان خلاص انت الاكاديميات متواجده في كل حته بشكل كبير. اه بالظبط. فانت النادي الاهلي كبراند كبير باسمه لازم يبقى بيقدم الجزئيه دي اللي هي التربويه والتعليم الفني بشكل اسمه الاهلي. فاحنا بنحاول نعمل الموضوع ده. طبعا كل التقدير لكل كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن ابراهيم عبد الصمد اللي كانوا قبلنا، كابتن محمد رمضان، طبعا كلهم حطوا اساس مسيرة. اه بشكل كبير قوي جدا للاكاديميه. لكن احنا بنحاول بقى دلوقتي ان احنا نطور بشكل افضل، ازاي ان احنا نتواصل مع اولياء الامور، ازاي ان احنا ندي برامج فنيه يقدر الولد يستفاد بيها. الجزء الفني موجود، الجزء التربوي زي ما بقول لك اسامه موجود من خلال كمان متابعتنا للمدرسه والولد عامل ازاي. يعني هي الفكره مش فكره امور فنيه الولد بيجي يتمرن، انت بتهتم بنواحي تغذيه، بنواحي سلوكيه، كل ده احنا بنحاول نعمله. ولازم برضو زي من خلال البرنامج يا كابتن اسامه، لان هتريحنا كتير فكره ان ولي الامر يبقى فاهم ان ابنه بياخد خطوات في التعليم عشان يوصل يبقى لعيب كويس. عمر ما انا هطلع السلمه الاخيره غير لما انا اطلع السلالم. فده اللي بيحصل، احنا بنجهز اللعيب عشان يبقى موجود بعد كده في القطاع، ومن القطاع يبقى موجود للفريق الاول. احنا عشان بس لو انت موجود الاكاديميه كان طالع منها ناصر ماهر، احمد ياسر ريان ان شاء الله، فادي فريد، مجموعه من اللعيبه انا بقول اساميهم، لكن انضمت لقطاع الناشئين. ده انضم بعد كده لقطاع الناشئين عشان بس في فكره ان الناس يقول لك لا احنا اكاديميه بس. لا، انت من خلال الاكاديميه بيختاروا اللعيبه المميزه ان هم متواجدين في القطاع، ومن ثم ان شاء الله من خلال بقى مجهوده هو يعني. احنا انت بتحط البذور، انت الولد ازاي بيبقى عنده المثابره، لان احنا مش كل اللعيبه ممكن تكمل يا كابتن اسامه انت عارف. صح. لازم هو يبقى عنده صفات القوه والاراده والمثابره دايما باستمرار عشان يبقى لعيب كويس ويكمل مع النادي الاهلي. فهي دي حاجات احنا بنحاول نحطها مع الولد، وبنخلي بالنا من كل حاجه ان شاء الله الفتره الجايه. زي ما بقول لك في عمليه تواصل من خلال اولياء الامور، لان الدنيا بتتطور. انا عايز اجي لك بقى اولياء الامور، دور اولي الامر هنا مهم جدا يعني. ولي صعب قوي شغلنا جدا. طب ما ولي الامر مستعجل، ولي الامر ليه ملاحظات فنيه كتير، ولي الامر دايما. فازاي كيفيه التعامل او الاجتماعات الدوريه اللي بتتم بين الاداره في الاكاديميه وبين ولي الامر؟ بص احنا في الحقيقه دي كان فكره بنتناقش فيها مع كابتن خالد بيه، ان احنا دايما نبقى متواجدين معاهم. زي ما بقول لك كده، انت كنت بتتكلم في حته التغذيه، واحنا ان شاء الله في نيتريشن هيبقى متواجد، يبقى يقعد مع اولياء الامور عشان يعلم اولياء الامور ازاي ياكلوا الاولاد. فكره ال خلي بالك محمد صلاح عمل يعني حاله عند الناس كلها. ما هي حاله طبعا. هي حاله موجوده دلوقتي كله. احنا كنا اسامه انت كان في حد بيجي معاك تتمرن ولا كلام؟ تتمرن وتروح لوحدك. انت لوحدك. انت يعني كان في حس لوحدك. لكن دلوقتي الموضوع مختلف. انا الولد ولي امره بيجي معاه في كل حته، الدنيا ساقعه قاعد، الدنيا حر قاعد. يعني طبعا هم بيعملوا مجهود كبير، فمنتظرين ان ابنهم في يوم من الايام يعني العائد بقى بتاعه بقى ان هو يبقى نجم كبير ويرجع طبعا ليه، ويبقى يعني الامور بالنسبه له تبقى كويسه. لكن الامور مش كده، الامور الموهبه بتبان يا اسامه. احنا بنحاول بقى الموهبه دي بناخدها على جنب وتبقى كويسه، لكن في ناس الموهبه بتاعتها ما بتبانش غير في وقت معين. احنا بنحاول في الفتره دي انك تعلمه، وده اللي بنحاول نفهم ولي الامر. زي ما بقول لك انت مش هتطلع السلمه الاخيره غير لما تبتدي سلمه لغايه لما توصل. ما هو مش ممكن ولد لسه 2015 عايز تصعده ل 2000 لمثلا 2008. ما ينفعش، لازم يتعلم الاول الشغل بتاع 2015، وبعد كده يطلع للسن اللي بعده والسن اللي بعده عشان ياخد كل الاجراءات الخاصه بتعليم كرة القدم، من باص لاستلام لكل حاجة خاصة بالجزئية. فهي دي نقطة مهمة جدا بنحاول نفهم ولي الأمر. يعني الحمد لله إداريا لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة مشكلة بس. بعض الأمور البسيطة اللي بتتحل مع الوقت، وزي ما بقول لك التواصل. يعني احنا بنحاول كابتن خالد بيبو يعمل آب لأولياء الأمور عشان أي كومنت عايزين يقولوه يبقى دايما، لأن خلي بالك احنا فروع كبيرة طبعا. ما انا سواء زي كان لينا لقطات برضو وانت موجود في افتتاح فرع الاكاديميه من شهور في ابو كبير في الشرقيه. ابو كبير ده من الفروع الهايله متواجد فيها، وما شاء الله دلوقتي شغال بشكل كويس جدا. محافظه الشرقيه من المحافظات الكبيره اللي بتضم يعني عدد. احنا بنتكلم في ابو كبير بس يا كابتن. ابو كبير طبعا. لسه لو احنا هي معانا اللقطات دلوقتي. كان متواجد طبعا الكابتن امير عبد الحميد مع كابتن محمد فاروق مع نجوم الاهلي يعني. لا فرع يعني ده كان لسه أول يوم في الافتتاح. لكن الموضوع اتطور دلوقتي في عدد كمان اللاعبين. طبعا المواهب، فكرة ان انت تبقى متواجد في كل مكان عشان المواهب اللي تقدر تنتقيها تبقى متواجدة. فهي دي مهمة جدا جدا، الثقة، ثقة الناس في النادي الأهلي
ده الاهم بالنسبه لنا كابتن اسامه، ازاي انت من خلال الثقه دي انك تحقق طموح اولياء الامور، تحقق طموح الولاد دي، لان بيشوفوا نجوم كبيره وبيشوفوا النادي الاهلي بيلعب، بيشوفوا ازاي فكره المكسب والاصرار على المكسب. ده بنحاول نغرزه دايما باستمرار من خلال فروعنا، من خلال الاكاديميات يعني. تمام. يعني كمان انا انت بتتكلم عن اللعيبه، اللعيبه اللي دايما يعني ليها مستقبل، لكن انا برضو ليا منظور تاني للاكاديميات عموما. اتفضل. زي ما هي بتطلع لعيبه مواهب، وشفنا اسماء كتيره، وكان منها شادي رضوان كان يعني من اللعيبه اللي احنا بنستبشر ان شاء الله يكون موجود في الفريق الاول، وامثله انت قلتها برضو يعني مصنع لاستخراج المدربين لقطاع الناشئين، مهم للكوادر الاداريه في النادي الاهلي تتولى مسؤوليه بعد كده ومناصب. وكان كابتن سيد عبد الحفيظ احد برضو مزبوط. في بداياته اول ما بطل كره في النادي الاهلي كان ليه تجربه في المنصوره، فرع المنصوره، فرع المنصوره، وكنا احنا بنلعب وروحنا ساندناه وكنا متواجدين معاه، وبعد كده مسك نائب مدير الاكاديميات. صحيح. فهي دايما انا شايف النجاح لما بتمشي للاعب او الكادر الفني او الاداري، لما بتاخدها خطوه خطوه بيبقى في نجاحات وخبرات كبيره كتير جدا. وانت زي قلت حاجه كويسه جدا كابتن اسامه، الجزء المدربين مهم جدا، ان احنا لان اكيد في مدربين كويسين بيبقوا متواجدين، بعد كده في القطاع، او نرشحهم، او حتى القطاع ينزل يبص على شكل الاكاديميه والمدربين. فكره الجزء الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ اديته مثال بشكل كبير. كابتن محمد رمضان واحد من نجوم النادي الاهلي كانوا متواجدين، كان مدير الاكاديميه، فامور كتير جدا مهمه جدا من خلال الاكاديميه ممكن تحصل في تدرج بعض الامور الخاصه بالنادي يعني. طيب قول لنا بقى، في مواهب فعلا يعني فيه. مش مدينه نصر بس، في جميع الاكاديميات، وانت كمان بتتجول داخل الفروع. بص، هو احلى حاجه زايد عشان مع عند الكابتن انور حميد وفي ابو كبير وهنا وهنا عشان وهنا. نبقى متفقين يعني، كابتن خالد بيبو برده عامل عاملين حاجه كويسه، لان احنا إيه كلنا احنا اخوات وكلنا اصحاب، ولكن في الشغل احنا يهمنا المكان، النجاح في الاخر، نجاح المكان في كله. تمام. مش فرع مثلا مدينه نصر بس ولا فرع زايد بس، هو مدينا الحريه ان احنا نبقى متجولين في كل حته، بحيث ان امير يبقى متواجد فرع ابو كبير، انا ابقى متواجد فرع اسكندريه، بحيث ان احنا نشوف كل الامور الخاصه اللي ممكن تتطور، او ممكن الكومنت اللي موجود او الكومنتس الموجود من اولياء الامور، ونبتدي نظبطه. فيمكن اكيد احنا شفنا مواهب متواجده، احنا عندنا مثلا فريق 2010 مثلا في زايد وفي مدينه نصر رائع. خلي بالك هو بيبقى مطعم مثلا منتخبات يعني، ما احنا عاملين سيلكشن بقى يعني، احنا بناخد اولاد المميزين بنحطهم في ايام معينه في فتره الثالثه مثلا كويس، وبنشوفهم بنتابعهم، بعد كده ننقي منتخبات مشتركين فيه بدور المناطق. دور المناطق. فيعني عندنا فرق هايله كويس، بالاخص انا بقول لك فريق 2010 دول اولاد هايلين، سواء بقى بقول لك من فرع الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد واخدين منه مثلا من فرع السعوديه بعض اللاعبين، واخدين من المنصوره، واخدين من بيجي لنا طبعا بعض اللاعبين من الفروع الثانيه. احنا عندنا مثلا في مدينه نصر بناخد من السويس، بناخد من قطاميه، وبنعمل فريق. لكن زي ما بقول لك في مواهب انا متوقع ان شاء الله هتبقى هايله. في حمزه، انا فاكر حمزه، ده حمزه صغنطوط كده كابتن اسامه، لعيب هايل، انا متوقع ده لسه يعني ما كملش 7 سنين ولا 8 سنين، بس لعيب هيبقى مميز جدا. او ما اعرفش بقى هو سامعني دلوقتي، ولكن هو من اللعيبه اللي هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله تستبشر انه يكون لا ده هو صغنطوط خالص بقى، عارف انت انت بتبقى مبسوط قوي ما بتشوف موهبه طالعه كده من خالد بيبو بيحبه جدا. طبعا كان كابتن فاروق معانا حاجه حصريه لينا، كان تداولت خلال الفتره اللي فاتت يعني مشاكل ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وفايلر المدير الفني للنادي الاهلي من بعض الاشخاص، وقال حصلت خناقه وحصل وحصل وحصل. طب ما تيجوا نشوف الخناقه كده حصريه عندنا في برنامج الاشبال، نشوف الخناقه بس مش الخناقه القديمه، الخناقه بتاعت النهارده. شريف اكرامي واحمد حسام عاشور واسمه ايه محمد احنا في واحد ناشئ لسه طالع جديد النهارده. ده طالع يعني هربان
من فرقة الناشئين. شاكرين يا رجالة. صوت طبق. صراحة خناقة جامدة جدا جدا جدا، كلها تقطيع هدوم كمان. ده كان بعض يعني من لقطات احتفال النادي الأهلي النهاردة، اللعيبة والجهاز الفني بقيادة فايلر وكل اللي شغالين في فريق الكورة بكابتن سيد حفيظ النهاردة بعيد ميلاده، اللي بنقول له كل سنة وأنت طيب يا عرب. يعني بيتهيألي كده يعني قطعنا الكلام ده يا كابتن اسامه. طبعا مفيش النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده خالص. بعدين سيد عبد الحفيظ ده شخصيه طيبه جدا والجدع جدا وراجل، يعني ما اعتقدش يعني ان هو اللي يعني اللي بيفكر انه يقول كده او يعمل كده. ده هو بيحاول بس. صح. لكن عمرها ما النادي الاهلي كده. النادي الاهلي لا، النادي الاهلي كده يا اسامه. تمام، شرفتنا النهارده حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك وسعيد بيك موفق، وفكره الاشبال فكره هايله، ان شاء الله تكمل بشكل كبير. بس انا بقى عايزك تخصص الاكاديميه جزء عندك في وقتك. اكيد هنبعت الكاميرا ان شاء الله بعد اذنك، وهنغطي يعني بصفه دوريه ان شاء الله على كل الفروع. أرجوك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي، متشكر جدا يا اسامه. ان شاء الله. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وكمان مدير اكاديميات النادي الاهلي في فرع مدينه نصر، الكابتن محمد فاروق. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. يوم الحد اللي جاي في برنامج الاشبال هتكون حلقه مميزه، هيكون ضيفي الدكتور احمد ثابت، وهيكون في تغطيه حصريه هنا ان شاء الله لمجموعه منتخب مصر، منتخب مصر ومالي والكاميرون وغانا. هيكون معانا فيديوهات حصريه وكل نقاط القوه والضعف لجميع المنتخبات في مجموعه مصر. استنونا ان شاء الله يوم الحد، نشوفكم على الف خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.